وللتعليق على هذا الخبر معنا الأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية. دكتور محمد صباح الخير، أو أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ شهاب، أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، أولا حضرتك بتشوف إزاي زيارة قرينة رئيس صربيا لهذه المنطقة التاريخية واللي بتحوي أثار ثقافية فرعونية مصرية قديمة، على إنها يكون لها دور في التسويق للسياحة الثقافية المصرية في الفترة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك إن الأقصر بتشهد مجموعة، يمكن على مدار التاريخ لم تشهد الأقصر مجموعة من المؤتمرات والأحداث مثل ما شهدت من أحداث إيجابية مثل هذه الأيام. بدأت هذه الأحداث من فترة قريبة عندما انبهر العالم بالحضارة المصرية القديمة، عندما حضر لنا ريتشي وهو واحد من أكبر مصممي الأزياء، وبوتشيلي الأوبرالي العالمي اللي شاهدوا حوالي 12 مليون شخص، مجموعة مؤتمرات وأحداث، منها المؤتمر الذي حضرتك أشرت عليه واللي كان بيقام في أحضان معبد الأقصر. والحقيقة خلينا نقول أن الأقصر منذ تشرفت بزيارة الرئيس في يوم 25 نوفمبر الماضي وصدر قرار رائع وهو تحويلها إلى متحف عالمي مفتوح، اختلفت رؤية العالم كله إلى مصر والأقصر وأسوان تحديدا. مجموعة من الأحداث غير مسبوقة، بعد أيام حنحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. الأحداث هذه هي اللي رفعت مستوى التدفق السياحي اللي وصل الحمد لله رب العالمين إلى نسب متقدمة جدا. مساحة الأمن والأمان اللي بيتمتع بها الزوار والزائرين إلى الأقصر وأسوان وإلى مصر كلهم هو ده اللي رفعوا هذا المستوى، صورة إيجابية ومردود يتحدث عنه العالم بأن الحمد لله مصر المدنية الحديثة عادت مرة أخرى، بيبقى له مردود في تدفق من جميع دول العالم. الحمد لله اليابان وجنوب شرق آسيا رفعت كل الحظر عن مصر اللي كان موجود بسبب كورونا، حتى أمريكا اللاتينية عدد الطيران العارض اللي بيصل للأقصر لم يصل إليها من قبل. كل هذه الأحداث كانت نتيجة بنية تحتية رائعة قامت بها الدولة، مجموعة اكتشافات أثرية غير مسبوقة، مجموعة ترميمات تمت غير مسبوقة، خلت الأقصر ومصر بقت مقصد مميز جدا. يكفي بكل فخر أن نقول أن مصر والأقصر تحديدا تحولت إلى المنطقة الأعلى والأغلى الآن في مصر ويمكن في الشرق الأوسط في اكتذاب المؤتمرات وسياحة الحوافز. عندنا حوالي 48 مؤتمر عالمي ستحتضنها الأقصر هذا العام، بدلالة على أنه ما تقوم به الدولة وقرار السيد الرئيس اللي حول مسار السياحة في مصر بتحويل الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح وإنارة جبل البر الغربي، كل هذه الرسائل الإيجابية بتعني الحمد لله رب العالمين تحقيق الحلم اللي بتسعى إليه مصر واللي هتوصل له إن شاء الله، وهو 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار، اللي خلى الحمد لله نسب الإشغال تجاوزت حتى حدود 98%، المراكب النيلية كلها بتسير، نوع من الطمأنينة والأمن اللي بتتمتع بمصر هو اللي خلى الآن الأقصر وتحديدا الأقصر وأسوان والسياحة الثقافية هي الأمل. وإن شاء الله قريبا جدا هنحتفل بأن كل من يريد أن يأتي إلى الأقصر وأسوان يجب عليه أن يكون عنده حجز مسبق على أقل سنتين إن شاء الله، حالة من السلام، حالة من الأمن، تمتع رائع جدا بمراعاة الدولة للسياحة. الأمن والأمان هو كلمة السر في صناعة السياحة اللي بنعول عليها واللي بتساهم من 14-16% من الدخل القومي. إذن أستاذ محمد، نتوقع أن الموسم الحالي أو الجديد للسياحة في الأقصر هيكون مختلف عن باقي المواسم القليلة الماضية في مصر أو في الأقصر تحديدا؟ هذا الموسم غير مسبوق ما شاء الله. هذا الموسم سبقته مجموعة من الأشياء الرائعة، يعني خلينا نقول أن إعلان الدولة إلغاء قانون الطوارئ بعث رسالة أمان أن مصر قادرة على أن تحمي زائريها بدون قوانين استثنائية. مجموعة البنية التحتية اللي قفزت بمصر، خلي بال حضرتك مصر تحتل المركز 16 على مستوى جودة الطرق، هذا معناه أن الطرق في مصر الآن واحدة من أهم عوامل الجذب السياحي. قرار السيد الرئيس وتوصيات حضرته بتحويل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وإحنا بنسوق ده لشركائنا لأن السائح عايز يجي المدن النظيفة، تحويل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء كان له عوامل مهمة جدا جدا. السياسة الرائعة والعلاقات المتميزة بين مصر ودول العالم هي اللي خلت
هذا الموسم ان شاء الله موسم استثنائي، اولا من حيث عدد الاحداث اللي هتقام فيه، نمره 2 عدد المؤتمرات التي سيحتضنها، رقم 3 وده المهم جدا ارتفاع مستوى الانفاق لدى السائح. احنا مش يهمنا ابدا بس عدد السياح اللي تيجي، لكن كمان يهمنا جدا ان نعرف ان السائح قفز مستوى الانفاق الليلي اليومي بالنسبه له من 65 دولار الى 110، ونقول بكل الحمد لله رب العالمين وكل فخر ان مصر استطاعت ان تتخطى ازمه روسيا واوكرانيا سياحيا، ووجدت البدائل الرائعه اللي اعتقد انها هيبقى لها مردود مهم جدا خلال هذا العام ان شاء الله، واحنا بنراهن على هذا باذن الله، هيكون له مردود مهم جدا في تدفق سياحي رائع يسحبه تدفق من عمله اجنبيه رائعه ان شاء الله. ونقول ان كمان الاقصر هتبقى مدينه جاذبه لكل من يريد ان يعمل في صناعه السياحه، عندنا رغبه شديده جدا بان لا يكون هناك عاطل في الصعيد ان شاء الله، وده سيتم قريبا جدا بهجم استثمارات سياحيه تعدت 3 مليار دولار هذا العام بتوجهات مباشره من القياده السياسيه. شكرا لحضرتك استاذ محمد عثمان رئيس لجنه تسويق السياحه الثقافيه، كنت معنا عبر الهاتف.